في عندنا بروتوكول اسمه CDP. سيسكو ديسكفري بروتوكول. خلاص بقى يا جماعه احنا بنفنش المنهج, فريت الناس تبدا بقى تذاكر بقى يعني, والنبي الله يكرمكم ذاكروا تبدا بقى ذاكروا النبي الله يكرمكم. تمام يعني بقول ثلاث محاضرات بالمراجعه بكل حاجه يعني. لو انا عندي سويتش اهو متوصل بسويتش, اسف ده سويتش مش هب, متوصل بسويتش اهو, والسويتش ده متوصل براوتر, والراوتر ده متوصل بالسويتش, فانا جيت الشغل لقيت شويه اجهزه مرميين, لا شبكه مرسومه ولا اي حاجه معموله, فانا عايز اعرف السويتش ده متوصل بانهي جهاز بالظبط, الجهاز اللي على شمال ده اسمه ايه, والجهاز اللي على يمين ده اسمه ايه, والجهاز اللي على شمال ده نوع سويتش ولا راوتر ولا ايه بالظبط, عايز ارسم الشبكه بتاعتي يا بسوم, فانا مش عارف ارسم الشبكه بتاعتي. فسيسكو عملت لك تول بتساعدك في الكلام ده, ملهاش اي لازمه غير ان هي تساعدك بس ان انت ترسم الشبكه بتاعتك, تقول لك مين اللي متوصل حواليك, البورتات بتاعتك الكابلات دي خارجه رايحه لمين بالظبط, واساميهم ايه, تمام كده, ونوعهم سويتش ولا راوتر ولا هب ولا ايه بالظبط. البروتوكول ده اسمه ايه يا جماعه؟ سيسكو ديسكفري بروتوكول, وهو بروتوكول لير 2. بروتوكول يا شباب يعني شغال ما بين السويتشات وما بين السويتشات والراوترات وما بين الراوترات والراوترات, بس للاسف ده سيسكو بس. سيسكو ايه؟ بروبراتري. بروبراتري يعني سيسكو بس, حصريا على سيسكو. تمام. طب ازاي بشوفه؟ تعالى كده نشوف الباك تريسر عندنا, نجيب واحده جديده اهي. راح مصطفى ايه مرم شويه ايه اجهزه اهو, الاجهزه بتاعته بتاع الشغل اهي, طخ اهو, طخ طخ كده, وراح جاي موصل الاجهزه دي ببعضها اهي, او هو الجيل الاول متوصلين خلقه اهو, وده البورت الاولاني وده البورت التاني اهو. حلو الكلام. البوتات بتاعت الراوتر المفروض نحط لها ايه؟ اي بهات اهو, اي حاجه اهو, هاجي هنا على الكونفيجريشن على طول واقول له 192.168 اهو دوت واحد دوت كام دوت 10 مثلا, اون خليها 1.1, ونيجي على 0 على 1 هنقول له 192.168.2.1 مثلا, وقلنا الدنيا نورت اهي وبقت زي ايه؟ زي الفل. انا دخلت على السويتش ده, خلينا نغير كمان الهوست نيم بتاع ده, نغيره نخليه ايه؟ نخليه كايرو. اسم الراوتر هغيره اخليه كايرو. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ تمام. وهاجي على السويتشات ده اهي, اخلي السويتش ده هوت اسمه اي حاجه, كونفيجر اهو, ادي الجلوبال كونفيجريشن, هخلي دوت اس 1 سيف, واخلي ده اس ايه؟ اس 2 اهو سيف. بس انا بعمل الكلام ده ليه يا شباب؟ بعمل الكلام ده ليه؟ عشان اغير اسامي. ماشي. واجي هنا بقى على الايه؟ مصطفى جه هنا وقام عامل شو سي دي بي نيبرز, وريني جيراني, وريني الناس اللي موجوده على الكابلات معايا, شو سي دي بي نيبرز. حلو؟ وانتر. فقال له ايه؟ قال له والله انت عندك جهازين اتنين, واحد متوصل بزيرو على 24 بتاعك, واحد متوصل بزيرو على 1 بتاعك. الجهاز الاولاني نوعه اس يعني سويتش, الجهاز التاني نوعه ايه؟ راوتر. الموديل بتاع الجهاز الاولاني 2960, الموديل بتاع الجهاز التاني 2800. البورتات هناك في الاجهزه اللي بعيد, 0 على 24 في السويتش و0 على 0 على فين؟ في الراوتر. السي دي بي ده يا جماعه بيبعت الهالوب تحته كل 60 ثانيه, كل 30 ثانيه, 150 كل 30 ثانيه اهو. شو سي دي بي بقى 136 اهو, 34 ثواني. شايفين هو بان هنا اس 2 كايرو ازاي؟ مع انه كان اس سويتش وراوتر, لانه كان قاريهم قبل كده سويتش وراوتر,
وبعدين لما انت غيرت اساميهم اراهم ايه جديد كل 30 ثانيه، فهو بيبعت الهلو بتاعته كل 30 ثانيه. الهول داون تايم بتاعه 150 اهو. لا ده هول داون 180. اسف 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 اسف. الهلو بتاع السي دي بي يا جماعه كل 60 ثانيه. السي دي بي الهلو بتاعته اسف كل 60 ثانيه، والهول داون تايم بتاعه 180 ثانية. قول يا ابو حميد. لو انا بعمل ده على اساس قاعدة شغالة. انا ما بعملوش، شغال باي ديفولت. ماشي. مين بقى اللي هيجي يوقفه لك؟ الراجل بتاع السكيورتي، عنده حساسية. أنت مشغله ليه؟ الأجهزة بتبعت لبعضها مسج ليه؟ السي دي بي ده لازمته إيه؟ فإحنا علشان السكيورتي بعد ما بنرسم الشبكة بتاعتنا، ما هو بيجيب لك الاجهزه اللي حواليك، تبدا ترسم وتتنقل على الجهاز اللي بعده، تقول له شو اس دي بي نيبرز، فيجيب لك الاجهزه اللي حواليك، ترسم الشبكه بتاعتك كلها، تعملها بقى ريموتلي، تعملها تلنت، تمام؟ بعد ما تشغل، بعد ما تعمل الكلام ده، توقف السي دي بي، ما عندش انت محتاجه. بس هو لو عندي سويتشن نوت ما يجيبش السي دي بي. في بروتوكول بقى تاني هناخده دلوقتي، شغال مع سيسكو ونان سيسكو. حلو كده؟ ها لحد كده في مشكله. طب اوقف السي دي بي ازاي؟ اوقف السي دي بي ازاي لانه خطر عليا، عشان لو حد بياخد الباكت اللي ماشي في السكه دي ممكن ياخدها ويقرا اللي فيها، فلازم توقفه بعد ما ترسم الشبكه بتاعتك. رسمت خلاص ملوش اي لازمه، هو ديسكفر. طب نوقفه ازاي؟ بعمل كونفيجر تيرمينال واقول له نو سي دي بي ران. بقى الراجل ده دلوقتي ما يبعتش بس يستقبل. فانت المفروض تروح توقفه على ايه؟ على كل الناس. اهو اهو اجي هنا واقول له ايه؟ نو سي دي بي ران. خلاص يا عم بطل تبعت كونفجريشن لحد. اهو نو سي دي بي ران. شكرا. اجي على الراجل ده واقول له ايه؟ نو سي دي بي ران. خلاص هل كده هيوقع لي الشبكه ولا له اي لازمه؟ نو سي دي بي ران. كده انا وقفته. لما تيجي تعمل شو سي دي بي نيبرز هيبان لك المعلومات القديمه. خلاص بيقول لك ده اساسا السي دي بي انقفل اساسا. ما عادش شغال. از نوت انيبل. لانك انت موقفه. حلو الكلام كده؟ تمام؟ في مشكله كده عند حد في الكلام بتاع السي دي بي. في بروتوكول تاني بقى زي السي دي بي بس بيشتغل على كله يا معلم، اسمه الايه؟ ال ال لينك لاير ديسكفري بروتوكول. وخد ستاندرد 802.1 اي بي، اسمه كده اي تريبل اي 802.1 اي بي، وبيشتغل على سيسكو ونان سيسكو. طب انا عايز اشغله، اشغله ازاي؟ بص يا معلم، مش كان البروتوكول بتاعنا السي دي بي وقفناه قلنا له نو سي دي بي ران؟ بتروح هنا اهو تقول له ال ال دي بي ران. كده انت شغلته. باجي على الراجل اللي فوق ده اهو واقول له ايه؟ ال 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 دي بي ران. اهو اجي هنا اقول له ايه؟ ال ال دي بي ران. انت كده قفلت مين؟ السي دي بي، وشغلت مين؟ ال 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 دي بي. ده تشغله امتى؟ لو انت عندك سيسكو ونان سيسكو، اجهزه سيسكو اجهزه غير سيسكو يشتغل معاك. ونفس الكوماند بتاعنا شو ال ال دي بي نيبرز اهو وانتر. فقال لي والله انا جنبي واحد اسمه اس 1 شغال على اللوكال انترفيس 024، الهول دايم تايم بتاعي 120، كابيلتي بي يعني سويتش، شغال على زيرو على كام؟ على 24 هناك. شايفين؟ اهو جاب السويتش اللي جنبه اهو بمين؟ بال ال ال دي بي. حلو الكلام؟ السي دي بي سيسكو، ال 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 دي بي نون سيسكو. بس يا سيدي دول السي دي بي وال ال ال دي بي. فيهم اي مشكلة؟ طيب نقفل الموضوع.